اي لا من عوفك الرادود، انت تقول رادود وتروح. حياك الله. لا هذا المايك. تسلم. نريد نسمع شيء. نسمع يعني يستاهلون اهل البيت. يستاهلون طبعا، انا رادود منبري دائما ومستقبل قصائد الحزن، واليوم احنا بفرح. ما يخالف الطين يعني الشيء ما بي فشي عندي انا هو الام البنين عليه السلام. سلام. يلا. اي قول صوتك اخ طبيعي انت صاعد. خطبت ام البنين الحيدر رؤيتك تحمل براعة ومقدرة قلت لي يا كرار هاي ام الوقار هاي باشر هم تخلف ذو الفقار علي قال لك والله نعم الاختيار انت خاطب جيش ما خاطب مره. تحياتنا لكم. شكرا لك. موفق ان شاء الله. حياك الله.